ترأس المتروبوليت بنديكتوس متروبوليت فيلادلفيا القداس الإلهي لصيامة الأخ رامي خوري شماساً بمعاونة عدد من الآباء الكهنة في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس بحضور جمع من المؤمنين. وفي كلمة المتروبوليت بنديكتوس قرأها بالنيابة عنه الأب إبراهيم دبيور جاء فيها: أيها الإبن الروحي المحبوب بالرب، أتوجه إليك وأنت تقف أمام المذبح المقدس، وأريدك أن تعلم بأنه بالنعمة الإلهية وليس بقدراتك البشرية هي ما تدفعك إلى التواضع، وتولد لديك النعمة والحكمة والتي ستكون معيناً وموجهاً لك في خدمتك. وختم القداس بكلمة للشماس خوري قدم فيها شكره لسيادة المتروبوليت وللأباء الكهنة وللأهل وجميع الحاضرين على مشاركتهم، ضارعا لله أن يمده بالنعمة والبركة لخدمة الكنيسة والرعية. فلكم يا أباء الأجلاء كل الشكر وتقدير ومحبة، وأقبل أيديكم الطاهرة جميعا، وأرجو منكم وأنا واثق من ذلك أن تذكروني في صلواتكم دائما. يحفظكم الرب الإله ويقدس خطاكم في خدمتكم دائما، لتقدموا لله أبناء حقيقيين مباركين. حياتنا للمسيح الإله.